بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا في هذا الصباح الإعلان عن إطلاق برنامج صون. هذا البرنامج الذكي الذي يستخدم للكشف المبكر عن أي إساءة لا سمح الله ممكن أن تكون لأي فرد من أفراد المجتمع، كبار المواطنين، الكبار، الأطفال، المرأة، أصحاب الهمم، أي فرد من أفراد المجتمع، بطريقة ذكية وباستخدام أسئلة بسيطة تم إعدادها من قبل استشاريين أخصائيين ونفسيين متخصصين في هذا المجال. ندعو الجميع وكافة أفراد المجتمع والجهات كذلك المعنية في هذا الأمر بالاطلاع على هذا البرنامج الذكي والاستفادة منه والبدء في تطبيقه في كل مكان، في مدارسنا، في مراكزنا، في كل مكان ممكن أن يتواجد فيه أفراد المجتمع. هذا البرنامج متوفر باللغة العربية والإنجليزية لكي يكون كهدية مقدمة من وزارة تنمية المجتمع لأفراد المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية. شكرا. في إطار فعاليات شهر الابتكار، نظمت وزارة تنمية المجتمع في هذه الفعاليات إطلاق نظام جديد، نظام ذكي إلكتروني اسمه صون. هذا النظام الهدف منه الكشف المبكر عن الإساءة المحتملة أنها تقع على أي فرد من أفراد الأسرة أو أي فرد من أفراد المجتمع. طبعا هذا النظام يهدف على أن يساعد أي فرد من أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع على تحديد النقاط أو استيضاحها من خلال مجموعة من الأسئلة وحزمة من الأسئلة اللي هي تنطرح، يقوم الشخص نفسه بالإجابة عليها هذه الأسئلة، من ثم النتائج اللي يقوم النظام بتحليلها تحدد هل هذا الشخص يعيش في أمان واستقرار أم أنه في حاجة إلى مساعدة ودعم أو أنه يتعرض فعلا إلى نوع من الإساءة. يحددها النظام من خلال ثلاث ألوان، اللون الأخضر مستقر، اللون البرتقالي بحاجة إلى دعم، اللون الأحمر هذا في نوع من الخطر على هذا الشخص. النظام متوفر في جميع أرقام الهواتف للجهات المعنية بتقديم الخدمات المساندة للأشخاص المعرضين للإساءة، سواء بتقديمها كخدمات اجتماعية، نفسية، قانونية، استشارات أسرية أو استقبال شكاوى للجهات الموجودة على مستوى الدولة. هذا النظام طبعا كان بشراكة مع جميع الجهات المتعاونة مع وزارة تنمية المجتمع، من وزارة الداخلية، وزارة العدل، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ساهموا أيضا في وضع ومراجعة هذه الأسئلة من خلال المتخصصين النفسيين والاجتماعيين للتأكد من أن هذه الأسئلة كلها تساهم فعلا في تحديد جوانب الضعف أو جوانب عفوا الإساءة اللي يتعرض لها هذه الأشخاص.